للحديث حول هذه المجزرة معنا من حلب بهاء الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز. أهلا ومرحبا بك بهاء. بهاء، ضعنا في صورة ما حصل معكم اليوم في حلب. نعم، أهلا بكم. اليوم مدينة الباب كان صباحها قاسي جدا، صباحها مليء بالأشلاء، مليء بالجثث المتفحمة، حيث سقطت 4 حاويات متفجرة على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث كانت هناك حاويتين متفجرتين على سوق الهالف الذي يعتبر من أكبر الأسواق التي تحتفظ المدنيين من أرياف الباب وحتى من أهالي الباب نفسهم. هذا السوق يقع في مدينة الباب وهو كبير جدا، وفي الوقت الذي قصف الطيران المروحي المدينة يكون مكتظ، ويكون مكتظ بالمدنيين من ريف مدينة الباب. حاويتين متتاليتين، هناك من قارب 20 شخص استشهدوا في هذا القصف، وايضا هناك 9 اشخاص او 8، يعني العدد متفاوت، في برميل او في حاويه مطعم علولو الذي يقع اطراف المدينه، حيث كان هناك 8 اشخاص جثثهم محترقه تماما بعد سقوط الحاويه. ايضا هناك حاويه متفجره على مدرسه العساني التي تقع في منتصف المدينه او في مركز المدينه، ويعني الطيران استهدف هذه المدرسه وهو يحتسب بان هناك طلاب، ولكن المدارس متوقفه منذ اشهر ومنذ دخول التنظيم، فمنع المدارس في مدينه الباب. وطبعا مدينه الباب يعني هي تحت سيطره تنظيم داعش. الحصيله حتى اللحظه في مدينه الباب هي 29 شهيد و50 جريح موثق بالاسامي. أشكرك شكرا جزيلا من حلب بهاء الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز.